صديق بحد لذاته. ومعلوم أن بلادنا تونس العزيزة علينا جميعا تمر بأزمة خطيرة جدا متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية. وهذا الوضع متردي مسؤوليته ترجع لمن مارس الحكم طيلة سنتين ودخلنا في السنة الثالثة، ترجع لمن أفشل هذا الحوار. ومعلوم أن بعض الأحزاب المشاركة في هذا الحوار وبالوضوح أحزاب الترويكا هي اللي فشلت هذا، والطبقة السياسية لا ناقه لها ولا جمل في هذا الفشل. تعرفوا أيضا اللي السلطة هذه اللي وضعت وصلت البلاد في المعلق هذا زاد يبقى فيها التنويش تمشي، وهي قاعدة تهيئ باش تواصل العمل بالنسبة للعام القادم، وقدمت برنامج سميه الميزانية القادمة. والميزانية القادمة هذه باش تكون كارثة أكبر من الكارثة، لأنها ستتناول الطبقة الوسط، الطبقة الوسطى، واللي باش ترتحق بالطبقة الفقيرة. احنا الركائز نتاعنا اخذيناهم من طلبات الثورة، لي غوفونديكاسيون دو لا ريفوليسيون. أربع ركائز عندي: أولا التشغيل، ثانيا الشباب، ثالثا التنمية الجهوية، ورابعا العدالة الاجتماعية. هذوما الركائز نتاعنا اللي خديناهم واللي بنينا عليهم البرنامج. اليوم احنا رجعنا شفنا شنو هي الحالة الموضوعية اللي احنا فيها، باش نلقاو حلول للتشغيل، حلول للتنمية الجهوية، وحلول للعدالة الاجتماعية. هذا هو البرنامج نتاعنا اللي قاعدين نبنيو فيه. سيد فوزي، انتم ذكرتوا في خلال البرنامج الاقتصادي نتاعكم انكم باش تحققوا نسبة نمو تقدر ب 7%، يعني على امتداد قداش من عام؟ هذه قلنا النمو، معدل النمو تاع تونس منذ 40 سنة 5%، معدل يعني ناحية قلنا ثم سوء تصرف، ولا فما السوق الموازي، ولا فما الفساد، هذاك نعتبره 2%، معناها النمو العادي تونس هو 7%. بعد الثورة يظن نجم نحققوا نمو أكثر من 7%، مبدئيا نقولوا 7% هذاك معناها منحاسب، أما نحبوا نحققوا نمو أكثر كما حققوا بلدان أخرين كما الصين، ولا كما تركيا، ولا كما بلدان في آسيا اللي تبدا في فترة صعيبة والشعب كله يخطط الاتجاه، فما سلم اجتماعي والتونسي مثقف والتونسي عنده فما كفاءة كبيرة، نجم ناخذ تونس بالنمو أكثر من 7%.